إذا أردت اتخاذ قرار ما فلا بد من الإلمام والمعرفة، وهنا سنناقش ظروف الذهب لزيادة وعيك وإبقائك مطلعا. أما الشراء من عدمه فهو قرارك، فاجعله رشيدا. فالذهب يعيش أدنى مستوياته منذ إبريل، وتبدو عوامل انخفاضه ما زالت قائمة، وأبرزها: أولاً الفوائد والدولار. فالفوائد المرتفعة تمد الدولار بقوة استثنائية ليسحب الدولار المستثمرين من الذهب عديم العوائد، ولتعمق التوقعات بفوائد قادمة جراح الذهب. ثانياً المشهد الضبابي للتضخم. فقطار التضخم يدخل نفقاً مظلماً غير واضح المعالم، وذلك مع بقاء التوترات السياسية والجيوسياسية. ولتزيد سوق الطاقة من ضبابية المشهد، فبنك جي بي مورغان سعر برميل النفط عند 150 دولاراً عام 2025 لتغذي الفوائد والتضخم والتوترات قوة الدولار مقارنة بالذهب، فمن سيعلو صوته في سباق الاستثمارات؟